السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا الكاسيت النكماشي 711، هنظبط فيه الصوت. هنجيب كلمة اوديو، تلف البكرة وتدوس على كلمة اوديو البكرة في النص. هتجيب كلمة ايكولايزر، هنا الضبط هرتز مش بيز والتريبل ومدرينج، هنا هرتز. نلف البكرة، هي نفس الكلام بس اطول، يعني في تفاصيل اكتر في الصوت. يعني والله كويس ان في كاسيت بالامكانيات ديت، وفي الفئة السعرية بالسعر دوت، يعمل له بتاع 500 جنيه. في بلوتوز وفي ابلكيشن اب اللي هو احنا بنظبط بيه دلوقتي، او هوريكم نظبط بيه ازاي. وفي راديو طبعا وصوت قوي، وفي الضبط فيه هرتز، يعني تتحكم في الصوت اكتر، تفاصيل الصوت اكتر. عشان كده حبينا نعمل فيديو للكاسيت ده، والضبط بتاعه ازاي، والابليكيشن اللي هو الموبايل اب هنزله لكم في الوصف، تمام، او في نهاية الفيديو. هسيب لكم اللينك بتاع التحميل بتاع البرنامج، اسمه نكاماشي اب او نكاميشي، تمام. زي ما انتوا شايفين قدامكم كده، بتلف البكرة وتدوس دوسة، بعد كده تلف البكرة تاني وتظبط منها. في اكس بيز اهو، في لو وهاي اهو، اكس بيز لو وهاي، تمام. وده الايكولايزر اهو، ده اللود اون واوف، يبقى في لود واكس بيز زائد الايكولايزر. ودلوقتي ان شاء الله هنجرب مع بعضينا بقى الصوت من غير كلام. هنجرب الموبايل الاب بدل ما نقعد نلف البكره يمين وشمال، هيبقى الموبايل اسهل. نجرب مع بعضينا كده، اظبطه في النص كده. اسم البرنامج نكاماشي اب، تخش على جوجل بلاي وتكتب نكاماشي اب، هيظهر لك اول واحد من فوق على طول.